أخبار اليوم. علاء عبد العال نائب رئيس اللجنة النقابية لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ممثل عن كل العاملين بشركة مصر للطيران. تعزينا لكل أسر الشهداء. الحدث اللي حصل ده حدث مأساوي، ربنا يهدي الناس جميعا ويصورهم ويجعلهم كلهم من الشهداء. خبر امبارح قابلنا الصبح بفقدان الطيارة، خبر غير عادي، كلنا اتحلينا بالصبر، محدش بيتكلم كتير، ما عندناش أي افتراضات وبنتكلم من خلال الواقع. مع الوزير اتكلم امبارح في مؤتمر واثنين بعد الساعة 1:30 الظهر الطيارة المفقودة، لكن النهاردة القوات المسلحة أعلنت إنها وجدت حطام الطائرة، غير كل الموضوع. دلوقتي ربنا يرحمهم جميعا ويجعلهم من الشهداء. إحنا في انتظار أي أخبار جديدة، اللي هيحصل مش عارفين لسه فيه، لكن إن شاء الله في عزاء جماعي لكل المتوفين سواء أمن أو ضيافة أو طيارين يوم الاثنين أو الثلاث، لسه هيتحدد مع الكابتن هشام النحاس رئيس مجلس الإدارة وإدارة الشركة، وهيتعمل إن شاء الله لكل المتوفين. ربنا يرحمهم جميعا ويجعلهم من الشهداء. استاذ علاء، امبارح اعلنت السلطات اليونانيه ان هي كانت قرب جزيره كريت، والنهارده اعلنت ان هي قرب سواحل الاسكندريه. امبارح الحكومه المصريه يمكن مع الوزير اتكلم، قال احنا غير مسؤولين عن اي حد يعلن اي شيء لغايه ما نتوصل للحقيقه. طالما احنا النهارده توصلنا للحقيقه هو ده الواقع اللي احنا فيه. يعني هي فعلا عند سواحل الاسكندريه ولا جزيره كريت في اليونان؟ اللي اتقال النهارده سواحل الاسكندريه 90 كيلو متر من اسكندريه، فطبعا دي مسافه مش قريبه، يعني زي من هنا لمرسى مطروح، بس فعلا داخل مجال الجو المصري. القوات المسلحه احنا كلنا بناخد عليه، الحكومه المصريه هي اللي بنفضيها ان هي تقول ان هي اللي لقت. احنا مصر للطيران ما لناش اي يد في اي حاجه. طب رساله من مصر للطيران لاسر الشهداء غير المصريين او المصريين؟ تعزينا لكل اسر الشهداء والمتوفين لكل الجنسيات، سواء الحكومه الفرنسيه او الجزائريه او السعوديه، كل الناس المتوفين على الطياره تعزينا، لان كلكم كاسره واحده على طياره مصر للطيران. ربنا يرحم كل الناس اللي على الطياره. مصر للطيران هتعمل يوم لرد التساؤلات على اهالي اسر الشهداء؟ اكيد معالي الوزير هينظم حاجه زي كده ان شاء الله في المستقبل. شكرا.